بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله جل وعلا أهبط آدم إلى الأرض بعد أن أكل من الشجرة التي نهي أن يأكل منها، وقضت سنة الله جل وعلا أن يكون هناك تناسل وتناكح في أبناء بني آدم حتى يكثر السواد ويعظم العدد. من ذلكم كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من بطن بالأنثى من البطن الآخر، وفي إحدى تلك الأحوال كان قابيل وهابيل وهما أخوان أشقاء، اختصما في فتاة كانت في بطن آخر غير البطن الذي كان مع هابيل، فأشار عليهما والدهما آدم عليه السلام أن يقرب قربانا إلى الله، والذي يتقبل قربانه تكون الفتاة من حظه. فعمد هابيل إلى خيار غنمه فقدمها، وكان صاحب غنم، وقام قابيل فقدم زرعا من أردأ زرعه فجعله قربانا له. وليست العبرة بالظاهر، فإنما كانت نية هابيل أصدق سريرة وأكمل إيمانا من نية أخيه قابيل. فجاءت النار فأحرقت قربان هابيل علامة على قبوله، وبقي قربان قابيل على حاله علامة على رده، إذ كان من دلائل قبول القرابين أن تأكلها النار، كما قال الله جل وعلا في اليهود لما قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أو يأتينا بقربان تأكله النار، مما يدل على قبوله. لما قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، اشتاط قابيل غضبا فحسد أخاه على ما ناله وما حصل عليه وما وصل إليه. فلما حسده انتقل الحسد من مرحلة كونه حسدا كامنا في القلب إلى بغضاء وغل وحقد ينجم عنه عمل. فجاء إلى أخيه يشتد عليه ويقول: لا أقتلنك. فسأله: لما دوافع القتل؟ فأخبره أنه قبل قربانك ولم يقبل قرباني. فأجابه أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين، ولئن عزمت على قتلي، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثم ذكر العلة: إني أخاف الله رب العالمين. لكن ذلك لم يمنع قابيل أن يستمر على حسده وبطشه، فعمد إلى صخرة في أظهر الروايات فألقاها على رأس أخيه فقتله. ثم وقف حائرا ماذا يصنع بجسد أخيه، مكث على ذلك دهرا، قيل إنه سنة وأظنه بعيد، لكنه وقف حائرا ماذا يصنع بجسد أخيه، لأنه لم يكن أحد قبل قد مات أو قتل. فنكالا به بعث الله جل وعلا غرابا، واختصم الغراب مع غراب آخر. ثم لما فرغ من قتله عمد الغراب المنتصر فحفر في الأرض يبحث، ثم طوى في تلك الحفرة جسد الطير الآخر. فلما راه قابيل تبين له ماذا يصنع بجسد أخيه، فقال متحسرا: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا مجمل القصة، وهي ظاهرة في القرآن.